نبدأ مع ضيوفنا في الأهلي يحاور بارتباطهم وعلاقتهم بالنادي الأهلي. ماذا يمثل لك النادي الأهلي؟ النادي الأهلي هو البيت الكبير يعني بالنسبة لي. أنا كنت بتمنى دايما وأنا صغير كده أن أنا أخش النادي الأهلي أو أعدي من جنب سور النادي الأهلي، لأنه كان صالح كبير جدا. واللي حببني في ده كان ماتش الأهلي والزمالك في كأس مصر 4-2، لما الكابتن لطيف وقال الكابتن الخطيب مع احتفاظ بكل الألقاب يعني أن هو قام يسخن علشان ينزل، وكان الأهلي مغلوب ساعتها 2-1. لما نزل الكابتن الخطيب الملعب كله اتغير والدنيا اتغيرت، وكسبنا ساعتها 4-2. من هنا يعني ابتدت الحكايه بتاعه الاهلي، ان انا يبقى يعني وانا سن صغير جدا ابتدى العشق للنادي الاهلي. العيله كلها اهلاويه، كلها بلا استثناء، عيله امي وعيله ابويا كلهم اهلاويه، اخواتي كلهم اهلاويه. الفرجه على الاهلي متعه، اللي هو بيفرحك طول الوقت، حتى في الاخفاقات انت بتبقى معاه طول الوقت برضه، لان انا بشجع الكيان بما فيه بكل ما هو موجود، بكل ما هو موجود. عايزين يعني نفكر الناس بباقي الحكايه. كابتن خطيب قلب الماتش ده وسبنا الماتش، وسبنا الماتش 4-2 ساعتها. كان الكابتن مصطفى عبده اول جون، وكابتن جمال عبد الحميد، وكابتن الخطيب، وبعدين جمال عبد الحميد، وختمها كابتن طاهر الشيخ. وكمان شطر يعني لما عمل الشقلبه العجيبه اللي كان بيعملها الكابتن شطه يعني في الماتش. الاهلي العشق لسبب، لان انا كمان قررت حتى لما خلفت عادل ابني كان لازم العب في النادي الاهلي، مش العب في اي حته تانية يعني. ولو هو مش موهوب انا مش هجري ورا عادل عشان يدخل النادي الاهلي يعني. عادل قعد سنتين. الماتش اللي كنت بتكلم عنه بالظبط ده طبعا الكابتن الخطيب يعني، وبقول له الف سلام عليك ابو كباتن يعني، والحمد لله على سلامتك في كل اللي فات يعني، وانت فخر للعرب وفخر لمصر وفخر لاي حد ينتمي للنادي الاهلي ان هو يشكر في الكابتن الخطيب يعني. مش عشان قاعد في النادي الاهلي بالمناسبه، انا عشق بالنسبه لي الكابتن الخطيب يعني. المباراه دي لها ظروف، الكابتن الخطيب كان فيه جدل على امكانيه مشاركته، كان ظروف صعبه، وكان في فتره فيها اصابات اتعرض لها عنيفه جدا، وكان لسه الحسابات الخاصه بالجهاز الفني هيقدر يدفع بيه او هو جاهز ولا لا. حضرتك هو بيسخن، الكابتن الخطيب كان لابس حاجه في فخده، وكان دايما بيدعك فخده كده قبل ما ينزل لانه كان متعور. فلما نزل ده بقى التضحيه الكبرى يعني، ان انت تنزل وفرقتك بتلعب على كاس مصر، ويعني المساله صعبه، وان انت تنزل تكسب فرقتك وتقلب الماتش كله، ده حاجه كبيره جدا يعني. وجوده هو في الملعب فنيا عمل فرق كبير، وتاثيره على زمايله في الاهلي ان حسوا ان قوتهم اكتملت في الملعب. الكابتن علاء بيهوب قال جمله حلوه جدا في ختام مشوار الكابتن محمود الخطيب، قال من امتع 10 دقائق لعبتهم مع الكابتن الخطيب في اخر ماتش للكابتن محمود الخطيب. لو جبنا الماتش ده الكابتن الخطيب انا يعني كان حاجه تحس ان هو طاير، وهو هنا هو بيستعد وبيسخن للماتش ويجهز عشان يشارك نفس الحدوته كده اهو. هل هو قادر؟ هو جه على نفسه ولعب، وياما جه على نفسه كتير جدا من كتر الاصابات يعني. اي لعيب حريف في الدنيا بيتعرض لاصابات كتيره جدا بتعوقه عن المشاركه يعني. احنا شفنا طبعا في ماتش كوتوكو لما بالستارز وحد دخل في الشراب اتقطع بتاع الكابتن، عين الكابتن لما اتفتحت نفس الفكره، كتير جدا من الاصابات يعني. لسه الايامها القانون ما كانش حاسم في تجريم الاصابات اللي خالص من النوع خالص ده، فاللعيبه اللي عندها قدرات خاصه جدا من نوعيه الكابتن خطيب كانوا بيتعرضوا لعنف شديد جدا. اللعيب الحريف دايما هو محط انظار لكل المدافعين، لانه انت مش هتعرف، ملوش ملكه هتمسكه منين، وهو هيرقص المدافع هيجيب اجوان يعني. شفنا اجوان كتيره جدا للكابتن الخطيب يعني. انا رايي لو كان الكابتن يعني احترف، اعتقد ان هو كان هيبقى من اهم لاعبي العالم.